السلام عليكم خوتي اخواتاتي، فيديو جديد ان شاء الله. انتم كما تشوفوا ليلة بيت في واحد ستاسيون هنا قريبة الموضينة. شوفوا الناس اللي ساليوا اليوم السوايع، شوفوا المحطة تبارك الله قداش. هذه عجية ديال الكاميوات، شوفوا هاد الخير كلشي متموم ليه السوايع. انتم شوفوا تبارك الله كلشي بيت هنا. هذه الجهة الاولى، انا غادي نديكم تشوفوا الجهة الثانية. اما الجهة ديال الطوموبيلات لا، فين كاين محطة الاستراحة. شوفوا تبارك الله محطة استراحة قداش. النواحي ديال الموضينة انتم شوفوا تبارك الله، هادو عار الرموكات. انا غادي نوريكم تبارك الله واحد الرموك عندي انا شحال طويل، وتشوفوا الرموكات الاخرين شحال قصار. ها الرميك عندي انا مشري فيه شي طوموبيلات. ها هو شوف هذا راه رموك الخط الابيض بشحال بعيد عليه، بشحال هو بعيد باش يلحق الخط الابيض. شوف الخط الابيض عندي انا فين كاين لتحت. الفرق اللي زايد شتوه. شوف شحال زايد عليه انا ديال الطول. شوفوا تبارك الله، انا غادي نوريه لكم من القدام قادين، وانا زايد عليه شويه من القدام. هذه محطه في النواحي ديال موضينا. هو فين سابقو تاني شتاه. يا الله الاخوان كيف ما تتشوفوا احنا بيتين ان شاء الله هنا تال الصباح. عاد باش نمشي ونديرو 9 سوايع ديال الاستراحة ديالنا، والصباح ان شاء الله نتحركو ونمشيو نهبطو بحالاتنا. يا الله الله يعاونكم، وخليت لكم الراحة. هذا مقيطع قلت نوريه للإخوان والأخوات، على الأقل يديو واحد النظرة ديال المحطات ديال الاستراحة اللي كاينين في الطاليان. هذه الجهة خاصة بالكاميوات الكبار. يا الله أعانكم والله.